2017 ستنظم امتحانات مهنية لترقية تخص 7 رتب، هي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لمدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للتعليم المتوسط، أستاذ وأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي ومدير متوسطة. وفي 29 جوان 2017 ستنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 14,626 موظف تخص أيضا 7 رتب، هي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي، مشرف التربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخابر، مقتصد ونائب مقتصد. أما عن مسابقة توظيف الأساتذة المقرر تنظيمها في شهر جوان من السنة الجارية، فهي تخص كما تعلمون 10,009 منصبا، اللي هي 5,250 للطور المتوسط و 4,759 للطور الثانوي. وبما أن المسابقة لا تخص الطور الابتدائي، الطور الابتدائي سنستمر في استغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بهذا الطور إلى حين تنظيم مسابقة التوظيف لاحقا. وبمناسبة الحديث عن توظيف في مهنة الأستاذ، نذكر أن في سنة 2016 تم توظيف 66,869 أستاذ من طرف وزارة التربية الوطنية، وتتوزع كالتالي 28,867 هذا بتنظيم مسابقة على الأساس الاختبارات، عندنا 38,000 اللي أخذناها عن طريق الأرضية الرقمية للتوظيف لوزارة، أي ممن بين القوائم الاحتياطية 35,480 على مستوى الولائي و 2,522 على المستوى الوطني. أريدكم أن تسجلوا جيدا هذا الرقم، أكثر من 38 شاب وشابة من حاملي الشهادات الجامعية تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية الولائية والوطنية بعد Vous l'avez bien compris. 38,002, 38,000, وتنين شاب وشابة من حاملي شهادات الجامعية تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية الولائية والوطنية بعد ترتيبهم حسب الاستحقاق. وقد تواصل العمل بالأرضية الرقمية لتوظيف والقوائم الاحتياطية في سنة 2017، وهكذا تم في شهر أفغيل توظيف 23,799 أستاذ من القوائم الاحتياطية الولائية، وتوظيف 383 أستاذ من القائمة الاحتياطية الوطنية.